ابو خليل هنا مكمل عليها ما نفتح لي زي فرجك معاهم يا خي ابو خليل اكرم من خليل لحظه حاسين يوم على يوم ساعة مع ساعة حس الموضوع كانوا كتير أكثر منطقة تأثرت بالحروب الثلاثة الأخيرة أكثر منطقة فيها بيوت مدمرة أكثر منطقة الأطفال إما تعرضوا للقتل أو الإصابات فكان يجب أن تكون هناك أسابيع مرح صيفية تنطلق من دعم نفسي للأطفال في تلك المنطقة الهدف من ذلك أنه خلق روح المنافسة ما بين المناطق تشجيع أكبر عدد من الطلاب إلى القدوم إلى مراكزنا وعدم الشعور بالملل من تكرار نفس الألعاب لكل لأكثر من 5-6 سنوات سابقة هذا هو الهدف الأساسي من التغيير